شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. نتحدث بإذن الله تعالى في هذا اليوم حول جانب مهم من جوانب حياة المهدي المنتظر، وهذا الجانب هو جانب غيبته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، لا بأس أن نشير إلى مقدمة، وهذه المقدمة هي أن العلماء يقسمون أسماء الله الحسنى إلى قسمين. قسم من هذه الأسماء يعم الأسماء الحسنى كلها، وقسم من هذه التقسيمات يختص ببعض الأسماء دون البعض الآخر. يعني هنالك تقسيمات عامة وهنالك تقسيمات خاصة. إحدى التقسيمات الخاصة للأسماء الإلهية الحسنى أن هذه الأسماء تتنوع إلى نوعين. النوع الأول ما يشير إلى جهة الظهور والبروز في الذات الإلهية، والنوع الثاني ما يشير إلى جهة الاختفاء وجهة البطون
وجهت الغيبة في الله سبحانه وتعالى. مثال النوع الأول كلمة النور. نحن نقرأ في دعاء كميل: يا نور يا قدوس. كلمة النور من أسماء الله الحسنى، ونقرأ في القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض. هذه الكلمة كلمة النور تدل على جهة الظهور في الله سبحانه وتعالى. هنالك اسم آخر من أسماء الله الحسنى تدل على هذه الجهة، وهذه الكلمة هي كلمة الظاهر. الله سبحانه وتعالى ظاهر. الله تعالى يقول: هو الأول والآخر والظاهر. وإذا قرأتم دعاء الجوشن، دعاء الجوشن الكبير في ليالي شهر رمضان، في ليالي الإحياء، نجد أن إحدى أسماء الله أو صفات الله كلمة الظاهر: يا ظاهر. الله سبحانه وتعالى ظاهر في كل مكان وفي كل شيء. وإذا واحد ما رأى الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن هذا الإنسان فاقد للبصيرة وفاقد للبصر. في دعاء عرفة الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول: عميت عين لا تراك. في كل شيء، في كل موجود، الله سبحانه وتعالى ظاهر. هذا النوع الأول من الأسماء الإلهية الحسنى. النوع الثاني: الأسماء التي تدل على جهة الاختفاء. هذه قضية عجيبة وتحتاج إلى وقت آخر. الله سبحانه وتعالى في عين كونه ظاهراً هو باطن، أظهر من كل ظاهر، ولكنه أبطن من كل باطن. هنالك أسماء لله سبحانه وتعالى تشير إلى هذه الجهة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي دعاء الجوشن نقرأ: يا ظاهر يا باطن. هذان أسماء، اسمان متقابلان من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا لله سبحانه وتعالى أسماء تدل على جهة ظهوره، وله أسماء تدل على جهة بطونه. من أسماء الله أو من صفات الله سبحانه وتعالى أيضا التي وردت في الروايات كلمة الغائب. الله تعالى غائب. هنالك حديث في بحار الأنوار مروي عن أمير المؤمنين
عن رسول الله صلى الله عليه وآله في صفات الله تعالى: وغائب غير مفقود، باطن وغائب، ولكنه غائب غير مفقود، موجود في كل مكان، ظاهر في كل أوان. كما أن لله سبحانه وتعالى أسماء تدل على هذه الجهة، وأسماء تدل على تلك الجهة كذلك، وهذا هو محل شاهدنا. الله سبحانه وتعالى له أولياء يمثلون جهة ظهور الله سبحانه وتعالى، يتجلى فيهم اسم الله الظاهر، وله أولياء أيضا يمثلون الجانب الآخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، أنبياء وأولياء يمثلون الظاهر، وأولياء وأنبياء يمثلون الباطن، أولياء وأنبياء يمثلون النور يعني كلمة النور، وأولياء وأنبياء يمثلون كلمة الغائب التي هي اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى. الذي يمثل في هذا العصر، أو بعبارة أدق، ممن يمثل في هذا العصر الجهة الثانية، البعد الثاني من صفات الله سبحانه وتعالى، هو سيدنا ومولانا المهدي المنتظر. الله تعالى هو الغائب، والمهدي المنتظر هو الغيب. الله تعالى يقول: الذين يؤمنون بالغيب. ما هو هذا الغيب؟ الغيب له مفهوم واسع، ومن جملة مصاديق الغيب المهدي المنتظر. ولذلك في رواية يرويها المحدثون عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: والغيب، يعني في هذه الآية، الذين يؤمنون بالغيب، هو الحجة الغائب. الله تعالى هو الغائب، والحجة المنتظر هو الغيب الذي يمثل تلك الجهة وذلك البعد من أبعاد أسماء الله سبحانه. سؤال: هل اختص المهدي المنتظر بهذه الحالة؟ لأنه عندما يطرح هذا البحث على الآخرين أن هنالك إماما غائبا، ربما يكون غريبا، كيف يكون إماما وهو غائب؟ كيف تنسجم الإمامة
التي تعني قيادة الأمة مع الغيب. إذا إمام يجب أن يكون حاضرا، وإذا كان غائبا فكيف يكون إماما؟ هذا المفهوم، مفهوم الغيبة، هذه الحالة، هل تفرد بها الإمام المهدي؟ الجواب كلا، الإمام لم يتفرد بهذه الحال. على امتداد التاريخ كان هنالك أنبياء وأولياء يمثلون البعد الأول من أسماء الله تعالى، وعلى امتداد التاريخ كان هنالك أنبياء وأولياء يمثلون البعد الثاني، كان هنالك أولياء مشهورون ظاهرون، وكان هنالك أولياء مغمورون مستترون. نمثل ببعض الأمثلة. المثال الأول، يونس عليه الصلاة والسلام. يونس كان نبيا، وإن يونس لمن المرسلين، ولكنه في بعض المراحل كان ظاهرا، وفي بعض المراحل كان مستترا. يعني يونس عندما استتر، عندما ذهب إلى البحر والتقمه الحوت بعد اختفى عن الناس، انقطعت علاقته بالناس. عندما اختفى يونس سقط عن مرتبة النبوة، بعد لم يعد نبيا، وذنون، هذه الآية التي نقرأها في صلاة الغفيلة، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، في الظلمات كان، ولكنه وهو في الظلمات وهو منقطع عن العالم وهو منقطع عن أمته، هذا المقام، مقام النبوة، كان محفوظا وكان باقيا. هذا المثال الأول، وهذا قرآن، ما يتمكن واحد يناقش في القرآن الكريم. المثال الثاني، موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، غاب عن أمته. في صلاة ذي الحجة نقرأ، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 ليلة كان منقطع، اختفى عن أمته، ولكن هذا الاختفاء ما كان يتنافى مع نبوته. المثال الثالث، عيسى المسيح صلوات الله عليه. هل عيسى حي أو مات؟ يعني الآن يعيش حياته الدنيوية أو مات ثم يعود؟ الجواب على ذلك
عيسى حي بنص القرآن الكريم. يمكن واحد يناقش، ولكن القرآن الكريم صريح في أن المسيح حي ولم يمت. في يوم من الأيام الحجاج كان جالسا فقال: إن هنالك آية في القرآن الكريم حيرتني، أنا ما أعرف معناها، وهي هذه الآية حول المسيح: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. جميع أهل الكتاب قبل أن يموتوا، يعني لا يوجد يهودي في شرق الدنيا وغربها إلا وهو يؤمن بالمسيح قبل أن يموت. الحجاج قال: هذا خلاف الواقع، لأن إحنا نقتل أفراد يهود ولا يؤمنون بالمسيح قبل موتهم. يهودي يموت على يهوديته، فما هو معنى هذه الآية؟ كان واحد قاعد يقال له شهر، قال له: مو هذا معناته، هذا الشيء الذي تصورته مو معنى هذه الآية. الضمير لا يرجع إلى أهل الكتاب، وإنما يرجع إلى المسيح. يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت المسيح، قبل ما يموت، جميع أهل الكتاب يؤمنون به. مو يعني أهل الكتاب قبل موتهم يؤمنون بالمسيح، وإنما أهل الكتاب قبل موت المسيح يؤمنون به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا إنما يتحقق عندما ينزل المسيح من السماء ويصلي خلف المهدي المنتظر. جميع أهل الكتاب الموجودون في ذلك الوقت يؤمنون بالمسيح، ويؤمنون أيضا بالمهدي صلوات الله عليه. فقال له الحجاج: من أين أخذت هذا؟ هذا التفسير منين أخذته؟ قال: أخذته من محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه. فقال الحجاج: أخذته من عين صافية، من المنبع أخذته الذي لم تشبه شوائب. فإذا يونس كانت له فترة اختفاء، موسى كانت له فترة اختفاء، المسيح بنص هذه الآية الكريمة له فترة اختفاء. الآن هذه الفترة ممتدة حوالي 2000 عام،
الخضر الذي هو نبي من أنبياء الله أو ولي من أولياء الله، أكو خلاف بين المفسرين. الخضر الآن يعيش في هذا العالم، الآن نحن فقط لا نعتقد بذلك، حتى العامة يعتقدون بذلك. هذا النبي أو الولي يعيش إلى الآن بوجود مادي، يعني مو ذهب إلى عالم آخر، إلى عالم مجرد، لا، في هذا العالم يعيش ببدنه ولحمه وعظمه ودمه. وعندنا في الأحاديث أنه يحضر في كل مكان يذكر اسمه، يعني في أي مجلس، في أي بيت، في أي محفل ذكرتم اسم الخضر فهو يحضر، فهو حاضر. ولذلك أكو في الروايات: إذا ذكرتموه فسلموا عليه، قولوا السلام عليك أيها الخضر. هذا موجود. إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين، إلى الآن موجود، موجود في هذا العالم. وفي كل عام الخضر وإلياس يحضران الحج. في الأحاديث أن الخضر يحضر عرفة ويشهد المواسم ويدعو لدعاء المؤمنين بعرفة. يحضر المؤمن عندما يدعو في عرفة، الخضر يؤمن على دعاء. إذن في الواقع هذه ظاهرة في حياة الأنبياء والأولياء، هذه الظاهرة لا تختص بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. حتى واحد يجي يتعجب، كيف يكون إمام غائب؟ كيف يعيش إمام وهو غائب؟ لا، هذه ظاهرة متكررة في حياة الأنبياء والأولياء. ننتقل إلى الفصل الثاني، نذكر ملاحظات عابرة حول الغيبة. الملاحظة الأولى: الغيبة ذات طرف واحد وليست من الطرفين، يعني هو غائب عنا ولكن احنا مو غائبين عنه، نحن لا نراه ولكنه يرانا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: هذه الغيبة ليست غيبة شاملة، لا، وإنما هي غيبة نسبية، ليست غيبة مطلقة. إحنا ما نشوف، ولكن الأبدال يرونه، الأولياء يرونه، رجال الله المؤهلون يرونه. كثير من الأفراد رأوه في عهد الغيبة الصغرى، في عهد الغيبة الكبرى. فهذه الغيبة غيبة نسبية وليست غيبة مطلقة. الملاحظة الثالثة: أن الإمام صلوات الله عليه وإن كان غائبا ولكن له دور كبير. هذه الغيبة
لا تلغي دوره في هذه الحياة، لا تلغي دوره في المجتمع، لا تلغي دوره في الأحداث. الموالون لأهل البيت هؤلاء الذين كانت معظم الحكومات ضدهم، الحكومات الظالمة الذين حاولوا أن يقلعوا التشيع ويستأصلوا الشيعة، يعني ما يخلوا لهم وجود على وجه الأرض. أنا ما أظن إذا واحد يراجع التاريخ يجد أمة تعرضت للمضايقات والتصفيات والملاحقات من مختلف الحكومات الظالمة، ومع ذلك الآن الشيعة يملؤون شرق الدنيا وغربها. الآن مظاهر أهل البيت تجدونها في كل مكان. علم الإمام الحسين صلوات الله عليه يرتفع فوق جبال هملايا، في جبال هملايا، تلك الجبال علم الإمام الحسين مرفوع، وفي ثلوج القطب الشمالي الآن، هاي مو قضية تاريخية، علم الإمام الحسين مرفوع كما نقل لي أحد الإخوة هذه القضية وتلك القضية، أنه رأى بعينه علم الإمام الحسين فوق جبال هملايا، ورأى شخص آخر، هذه القضية الثانية أنقلها بالواسطة، علم الإمام الحسين وحسينية الإمام الحسين في القطب الجنوبي، وما بينهما يملأ نداء الإمام الحسين المشارق والمغارب. هذه الأمة كيف حفظت إذا ما كانت عناية المهدي المنتظر، إذا ما كان دوره في الأحداث؟ ما كانت هذه الأمة تحفظ، ما كان هذا العلم يبقى مرفرفا. ولذلك في رسالته إلى الشيخ المفيد يقول: لولا أننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم لاصطلمكم الأعداء، يعني قلعوكم من جذوركم، بعد ما كانت تبقى قائمة لموالي فوق هذه الأرض. أنقل قضية واحدة، القضايا في هذا المجال كثيرة، ومن الضروري حقيقة أن تكون في بيوتنا كتب حول الإمام المهدي صلوات الله عليه، نطالعها، أولادنا يطالعوها، بناتنا يطالعون هذه الكتب، الثقافة المهدوية لازم تعمر قلوبنا وعقولنا. هذه القضية ينقلها أحد تلاميذ العالم المشهور المرزا مهدي الإصفهاني، كان عالم كبير، ونقلت لكم قبل أعوام قضية تشرفه بلقاء المهدي المنتظر، كان في مشهد وتلاميذه الآن موجودين في مشهد وفي غير مشهد. هذا العالم ينقل عن أستاذه المحقق النائني، المحقق النائني ما يحتاج إلى تعريف، أستاذ الفقهاء، هذا العالم المشهور
والذي له الفتوى المشهورة في الشعائر الحسينية المطبوعة. هذه القضية تتعلق بالمحقق النائني رحمة الله عليه. يقول: في فترة من الفترات هاجم الكفار إحدى بلاد المسلمين، وأخذوا ذلك البلد، بلد ضعيف في مقابل أعداء أقوياء. طبعا عندما الكفار يستولون على بلد، الكفار ما يحبونه، هذا واضح، قلبهم ما يحترق علينا، لا يرضون منا إلا أن يردونا عن ديننا. يعني الكفار ما يقنعون إلا أن يجعلونا مثلهم، نصير مثلهم، يهود أو نصارى، وإن تظاهروا بخلاف ذلك. يقول: إجوا وأخذوا يعيثون في ذلك البلد الفساد، يفسدون الشباب، يفسدون الفتيات، يشيعون الاضطراب في ذلك البلد، يدمرون ذلك البلد. فأنا هواي تأثرت وأخذت أتوسل برسول الله والأئمة المعصومين وبالإمام الحجة صلوات الله عليه لكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. يقول: في يوم من الأيام كنت في حالة توسل بالإمام المهدي، وإذا بي أجد في عالم المكاشفة. عالم المكاشفة مو معناته عالم النوم، لا، عالم آخر، عالم ثاني يختلف عن عالم المنام. رأيت أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه واقف، وبجانبه جدار يشق عنان السماء. يقول: فجأة رأيت أن هذا الجدار أوشك أن ينهار، يعني راد يسقط، ولكنه لم يسقط. يقول: فأشار إلي المهدي وقال: انظر إلى هذا الجدار، هذا الجدار هو ذلك البلد، الجدار يكاد أن ينهار، ولكن هذا البلد بلد شيعتنا وبلد موالينا، ونحن لن ندع هذا الجدار يسقط، يكاد أن يسقط. يقول: اعوج الجدار ولكن لم يسقط، نحن نحافظ عليه بإصبعنا. هذه العبارة. وفعلا ذلك البلد الإسلامي التابع لأهل البيت تعرض لمؤامرات، أخذه الأعداء، ولكنه بقي محفوظا بحفظ الإمام. على كل حال، هذه الغيبة غيبة لا تنافي وجود دور مهم عام وخاص للإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من
فيضه ورحمته ولطفه وعنايته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.